جاءت لحظات التي ينتظرها الجمهور الودادي. تحية كل لاعبي فريق الوداد فردا حتى اللاعبين الاحتياطي. لا ننسى أيضا الطاقم الطبي لفريق الوداد. طبعا هذا الحفل يترأسه رئيس الكاف أحمد أحمد، رئيس الجامعة كذلك حاضر فوزي لقجع والناصري ورئيس فريق الأهلي كذلك. طبعا هذه كرة القدم في بعض الأحيان الأفراح تكون حاضرة ولكن أيضا الأحزان حاضرة. هذه كرة القدم مفرحة للبعض وقاسية على البعض. اليوم طبعا الكرة كانت في مصلحة الوداد، الكرة مشات للوداد البيضاوي ونقول هارد لك لفريق الأهلي. كيفما كان الحال الأهلي يجب أن يخرج مرفوع الرأس، مرفوع الرأس لأنه يبقى نادي كبير، نادي شهير، نادي القرن، نادي حقيقة لتسيد الكرة الإفريقية. ولكن يسامحنا الأهلي، هذه مباراة الوداد، هذه مباراة الأسود الودادية التي زأرت اليوم في ليلة سعيدة بوسط كازا. ولكن المدن المغربية اليوم هي منتشية نعم بهذا الإنجاز الإفريقي الكبير. أناجم كذلك لا بأس عليك يا أناجم، سلامات يا أناجم، اللاعب الذي قدم تضحيات كبيرة. شوف هنا التحية الكبيرة لسعيد الناصري، الرجل كذلك اللي يعتبر من جنود الخفاء واللي قدم الشيء الكثير بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. نعم قدم الدعم المعنوي، صحيح المادة هي شيء ضروري ولكن أهم من المادة الجانب المعنوي. تحس بأن الوداد عائلة واحدة، علاقة أخوية بين الرئيس، بين المكتب المسير وبين اللاعبين وحتى الجمهور. طبعا جمهور الوداد يعرفني جيدا، لطالما نوت بالجمهور ولطالما قلت بأن الجمهور الوداد من أروع الجماهير العالمية ويستحق الإشادة. حتى الإحصائيات وحتى العارفين بكرة القدم على مستوى الدولي يعرفون من هو الجمهور الوداد وما هي التضحيات التي قدمها جمهور الوداد البيضاوي. صراحة أقولها باعتزاز ودادي، ودادي لك حبي وفؤادي. في هذه اللحظات لو لم أكن وداديا لتمنيت أن أكون وداديا. طبعا احترم كل الأندية المغربية وعلى كل الأندية المغربية نعم أن تقف مع الوداد. شخصيا كنت مع فريق المغرب الرياضي الفاسي، عشت لحظات جميلة مع الماس في 2011. يا سلام على الماس ويا سلام على إبداع الماس والصفرة التي أسعدتنا في 2012 نعم أو في 2013. عشنا مع الرجاء الرياضي الرجاء العالمي أحلى ذكريات ونهائي شهير أمام فريقي باير مونشن. واليوم نفخر بالوداد، هو وداد الأمة، وداد العزة، وداد المقاومة، وداد الكرامة. ودادي ودادي لك حبي وفؤادي. حقيقة مهما قلت عن الوداد لن أفيه حقه، لكن أقولها الله ما أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي. من يشبهك يا ودادي؟ نعم أنت فريق غير عادي، فيك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. يمكن فيها اقتباس للفنان عبد المجيد عبد الله ولكن لم أرى سوى هذه العبارات ولم أتذكر سوى هذه العبارات في حق فريق الوداد البيضاوي، لأنه حقيقة أسعد كل الملايين من الشعب المغربي اللي متعطشون للقب إفريقي في انتظار أن تكتمل الأفراح إن شاء الله يوم السبت القادم. نعم السبت القادم موعد كبير، المغرب ساحل العاج وننتظر تأهلا لكأس العالم لأننا غبنا طويلا 19 سنة 20 سنة ولنا الثقة أكيد في أسود الأطلس من أجل أن يترشحوا لنهائي كأس العالم. وجاءت اللحظة التاريخية، رفع فخر الدين رشحي في 92 وهنا في إبراهيم النقاش كذلك يرفع الكاس الغالية. جاءت الكاس لكازا وستبقى بحمد الله في كازا. هنا التاريخ يشهد يا وداد، سجل يا تاريخ، الوداد رفع الكاس الغالية هنا بمركز